السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة كومبيومي تعليمي. لو أنتم مهتمين بصناعة محتوى تعليمي مميز تابعوا معايا هذا الفيديو، ولو أنتم أيضا مهتمين بصناعة محتوى تعليمي يحتوي على العديد من الاستراتيجيات التعليمية المفيدة أثناء الحصة التعليمية وأيضا عمل عروض تقديمية بخلفيات مميزة تابعوا معايا هذا الفيديو. أول شيء اليوم هوريكم بعض الألعاب التعليمية. خلينا نشوف، يعني مثلا عندي هنا لعبة تعليمية، لعبة البالون. خلينا نستعرض بعض الألعاب. يعني هنا ممكن يكون عندي هنا الأسئلة، بيبتدي المعلم يطرح الأسئلة على الطالب. أضغط على رقم واحد هيظهر لي السؤال الأول. ممكن أنا لو الطالب أجاب إجابة صحيحة أبتدي أعمل أضغط على البالون، وممكن أخليها لو إجابة خاطئة، يعني كل إجابة خاطئة أشيل بالون من البالونات. السؤال الثاني، بيتم عرض السؤال الثاني، السؤال الثالث، في حالة أي إجابة خاطئة ممكن أعمل أطير جزء من البالونات لحد ما بتنتهي الأسئلة، وبعدين أهي طبعا بستعرض الإجابة الخاطئة، طبعا إيه بيشيل البالون، وبعدين الأخير بيقوم البالون بالسقوط. هذه إيه أحد الألعاب. في نوع آخر من الألعاب، مثلا لعبة الفوتبول، طبعا دي الأولاد بيحبوها أكيد أكثر. خلينا نعمل لها استعراض. عندي فريقين، هقوم بتقسيم الصف إلى فريقين، الفريق الأزرق والفريق الأحمر، وممكن أغير الأسماء وأحط أنا أسماء من عندي، وبعدين بتظهر عندي الكرة، أبتدي أطرح السؤال وأضغط في المساحة الفارغة هنا كأنها توقيت. أمامكم ثلاث خطوات، مثلا السؤال الأول أطرحه على الطلبة، بيقوم الطالب بالإجابة، أو خلاص أقول لهم إجابة صحيحة، بقوم بإعطاء الفريق الأزرق درجة. دلوقتي الفريق الأحمر ببتدي أطرح نفس الطريقة وأستعرض. دي نوع آخر من الأسئلة. وفي عندي مثلا الماز رانر، أو اللي هي مثلا اللي هي المتاهة. المتاهة عندي هتكون بالشكل ده، خلينا نستعرضها. بيكون طبعا أي حد ممكن يغير في التصميم، يعني ممكن أي حد هيبقى عندكم مجال التغيير التصميم. أهو ده السؤال مثلا الأول، عايزة أرجع مرة أخرى، أقوم بالضغط كده. طيب إحنا، أنا مش هطول عليكم، أنا عندي مجموعة كبيرة من العروض، وفي كمان ده اللي هي رائد الفضاء. رائد الفضاء دي مسابقة حلوة، هنا بحط إجابتي الصحيحة بتكون موجودة عندي بالأسفل، وببتدي هنا أحط مثلا كلمة، مثلا الحروف، حروف الكلمة، خلاص ببتدي أقسمها هنا وأشيل المربعات اللي أنا مش في حاجة إليها، وببتدي أعمل مع الطلبة مثلا أقول لهم قولوا الإجابة الحرف الأول من الكلمة. طبعا دي بتصلح كمان حتى في اللغة العربية، أحط لهم الأحرف كده، وببتدي أحط هنا الأحرف الأبجدية. يضغط الطالب مثلا، أو مثلا الطالب يقول لي مثلا حرف الدي، الكلمة حرف الدي، لو الحرف الدي من ضمن الأسئلة ببتدي أضغط مثلا هنا. طبعا أنا مش حاطة أسئلة كلهم حرف الإيه، لو الكلمة فيها حرف الدي بقول له أوكي، لو الإجابة خاطئة ببتدي أعمل بيلد. طبعا كل بيلد بتبني السفينة الفضائية وبتاخد الرجل الفضاء ده، تعتبر إجابة خاطئة، بنبتدي نبنيها كده، وبيبتدي في الآخر يسحب رجل الفضاء ويطير. اوكي، دي احد الاسئله. طيب كل العروض دي ازاي هحصل عليها، او ازاي هتعرف عليها؟ هروح على موقع اسمه تكنولوجيك، خلاص هحط لكم الرابط في صندوق الوصف. طيب ازاي انا هتعامل مع الموقع ده؟ الموقع ده هو طبعا باللغه الانجليزيه، انا ممكن اضغط عليه بزر الفأر الأيمن وأعمل ترجمة إلى العربية. ببتدي أشوف فيه حاطط مجموعة كبيرة جدا من من عروض الباوربوينت. خلاص، طيب أنا مش بس هنزل الباوربوينت وأنا مش عارفة طريقة العمل فيه، لا أنا ممكن أتعرف على، يعني مثلا خلينا ندخل على لعبة زي كده، خلاص أضغط عليها، بمجرد ما بينتقل إلى اللعبة ممكن أعمل من هنا تحميل.
خلاص هعمل تحميل للعبة، تنزيل من هنا. اوكي اضغط هنا قم بتنزيل اللعبة، هنا بقوم بتنزيل اللعبة. طيب لو انا عايزة اعرف طريقة اللعب نفسها هتكون ازاي، طبعا بيعطيني هنا وصف والخطوات، خطوات اللعبة. اوكي وهنا في فيديو لكل لعبة موجودة في الباوربوينت، بشوف الفيديو الخاص بيها، حتى لو في تحرير بيشرح لي طريقة تحرير الأسئلة، إزاي أنا أقوم بتحرير أو التعديل على الأسئلة نفسها، شايفين؟ وطريقة اللعب، ده فيديو شرح للعبة. طيب هنا عندي المجموعات، ممكن أضغط على كلمة المجموعات. عند الدخول على المجموعات ممكن هنا بيعرض لي مجموعة الكوليكشن كلها، في عندي مجموعة من ألعاب الباوربوينت أهي، ببتدي أشوف أي لعبة الفوتبول اللي تعرفنا عليها، وفي مجموعة كبيرة أهي، أهي الجيمز، شايفين؟ أي مجموعة بدخل عليها وبقوم بالتحميل، وزي ما شفنا أنا بنزل اللعبة وبشوف الشرح الخاص بيها، خطوات اللعب، وأيضاً أنا بيكون بينزل، أنا منزلة المجموعة عندي هنا. طبعاً أي حد ممكن بيدخل، طبعاً عارفين طريقة تغيير تنسيق الخلفية، أغير الألوان، أغير أي شيء، بس أهم شيء أنا عندي القالب موجود، القالب اللعبة موجود، وده بيسهل عليا شغل وقت كبير أثناء التحضير للإيه؟ للحصة. طيب خلينا نشوف، ده أول موقع تعرفنا عليه اليوم اسمه تكنولوجيك، خلاص وهحط لكم الرابط في أسفل صندوق الوصف، طبعا أنتوا لو دخلتوا عليه وهتتعرفوا عليه هتشوفوه موقع سهل وبسيط جدا. طيب أنا لو عايزة أدخل على مواقع أخرى، في عندي أكثر من موقع بيعطيني تصاميم بس مش ألعاب، تصاميم جاهزة للباوربوينت، مجموعة من التصاميم الرائعة طبعا، والإنفوجرافيك، مجموعة كبيرة من الإنفوجرافيك شايفينها، بقدر أني أنا أنزلها وأعدل عليها وبتخدمني أيضا في الشرح، شايفين الموقع أهو، ببتدي أدخل عليه وأستعرض أنا عايز أي نوع من الأسئلة، عايزة مثلا الفلوت شارت. هنا ظهر معايا البرزنتيشن الخاصة بالفلوت شارت، احنا ممكن اي حد يقدر ايه يتجول في الموقع ويشوف ايه اي برزنتيشن ويقوم ايه بتحميله. طيب موقع اخر للعروض التقديمية هو سلايدز جو، موقع اخر رائع لخلفيات الباوربوينت او قوالب الباوربوينت ايضا الجاهزة، في عندي الإديوكيشن وعندي البيزنس وعندي الماركتينج، أي نوع من أنواع القوالب أنا بحتاج ليها بلاقيها موجودة عندي في هذا الموقع، أي عرض بدخل عليه وبعمل له داونلود بيتم إيه تحميله على جهاز الكمبيوتر. طبعا في منهم مش كله فري، في جزء برايسنج أو مدفوع، بس المجموعة الجاهزة أو الفري اللي موجودة على الموقع طبعا جميلة وكافية، ممكن أي حد إيه يقوم باستخدامها والتعديل عليها بكل سهولة. وبكده نكون استعرضنا مجموعة من المواقع المفيدة في الحصة، استعرضنا موقع للألعاب اللي هو تكنولوجيك، وشفنا موقعين اللي هو البرزنتيشن جو والسلايد جو الخاصين بالباوربوينت. يا رب يكون الفيديو البسيط النهاردة عجبكم، وإن شاء الله هحضر لكم مجموعة من أهم المواقع اللي تفيدكم في أشياء كثيرة أثناء الحصص التعليمية. وشكرا لحسن استماعكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.